كلنا ببدايتنا بسوق العمل أول شيء بنفكر فيه هو كيف نبحث ونحصل على عملاء لحتى نشتغل. هذا السؤال بحد ذاته غلط. السؤال الصح كيف تجعل العملاء يجدونك ويبحثون عنك. قاعدة مهمة لازم تتذكروها دائما لحتى تشجعكم على الصبر والحكمة، ويلي هي مشوار الألف عميل يبدأ بعميل. لذلك حضروا ورقة وقلم وسجلوا يلي رح أنصحكم فيه. اولا لما عميل يحاكيك او يحاكيكي لشغل، فاول شيء بيطلبه منك هو البورتفوليو. طبعا في فرق كبير بين البورتفوليو والسي في. البورتفوليو هو معرض اعمالك، ولكن السي في هي سيرتك الذاتية يلي بتقدمها للشركات. اذا بنستنتج انه اول شيء لازم يكون عندنا بورتفوليو او معرض اعمال قوي. طيب كيف بنعمل البورتفوليو؟ في عدة منصات بتتيح لانك تبني عليها معرض اعمالك، مثل بيهانس، بنترست، انستغرام، فيسبوك، 500px، وطبعا بتختار المنصة المناسبة على حسب تخصصك. ثانيا ابني البراند الخاص فيك. طبعا مو ابني يعني ولدي، ابني يعني انشئ. المهم ابني البراند الخاص فيك على مبدأ المكتوب باين من عنوانه. يعني لما العميل رح يشوف باب النجار مخلوع مش رح يشتغل معه اكيد، لانه هاد دليل اهماله. بالمختصر المفيد اكتر، لما العميل رح يشوف الشعار او الهوية البصرية الخاصة فيك اقل من عادية، او ترتيبك لمعرض اعمالك عشوائي، او معاملتك معه غير مهنية، فرح يتراجع عن الشغل معك. طبعا في حلقة خاصة رح اعملها عن كيفية التعامل مع العملاء. ثالثا والاهم، سوق لعملك. كيف؟ سوق لعملك بالطريقة المناسبة لك وللبيئة يلي بدك تستهدفها. يعني انشر اعمالك بجروبات الفيسبوك او على الانستغرام وحصرا مع الهاشتاج، او على تويتر، او مثلا اعمل مثلي اضرب عصفورين او ثلاث عصافير بحجر واحد. بسوق العملي عن طريق اليوتيوب والفيسبوك، بعمل دروس، بترك رابط اعمالي بالوصف، بنشر الفيديوز بالجروبات او على صفحتي، فالعملاء بيفوتوا بيشوفوني وبيشوفوا اعمالي وبيتعاملوا معي، وهيك بكون ضربت ثلاث عصافير بحجر، عملت يلي بحبه، كسبت عملاء وكسبت ناس تتابعني على اليوتيوب. المهم مثل ما حكينا لازم تراعي البيئة والمحيط يلي انت فيه. يعني اذا انت بسعودية او اذا بدك تستهدف السعودية باعمالك، فممنوع تروج لعملك عن طريق الفيسبوك. هذا الشيء غلط، لانه اصلا بسعودية ما حدا بيستخدم الفيسبوك نهائيا، بيستخدموا اكتر شيء التويتر او السناب. لازم تعرف كيف تستهدف عملائك. او فيك مثلا تعمل بابليك بيج على الفيسبوك وتنشر عينة من اعمالك او بروجكت لبراند معين، وتعمل له ترويج بمبلغ بسيط، وتعرف تستهدف الجمهور. طبعا في مثل عنا بسوريا، او ما بعرف اذا في منه بغير دول عربية، بيقول مصلحتك اذا ما عطيتها ما بتعطيك. اي بالفصحى لما بتقدم لمهنتك، مهنتك بتقدم لك. رابعا، طيب ممكن حدا يسألني كيف ممكن اعمل معرض اعمال اذا انا بالاساس بدي عملاء لاملأ معرضي؟ الجواب بسيط جدا، اعمل فيك براند، يعني شركة باسم وهمي، اعمل لها لوجو او هوية بصرية وشوية اعلانات وانشرها على معرض اعمالك، او اعمل كفر كتاب او مجلة او مانيبيولوشن، اعمل اي شيء متقن وانشره على معرض اعمالك. انا هيك كنت اعمل من تقريبا 7 سنين. المهم املأ معرض اعمالك باعمال متقنة. خامسا، بالنسبة لمواقع الفريلانسينج، انا بصراحة عملت حسابات على كل المواقع بس صدقا ما اشتغلت منهم شيء للاسباب التالية. 1- انه طرق التواصل مع العميل سيئة. 2- المنافسة على السعر الاقل. 3- انه ممكن التقييم يكون ظالم. وبالنهاية قصة الدفعة الأولى يلي أنا ما فيني أشتغل بدونها. وبالمواقع أنت مضطر تشتغل بدون دفعة أولى، فخلونا نشيل هالقصة من بالنا. سادسا، أكبر المصممين بيقولوا لك بالبداية اشتغل مجانا. أنا مش أكبر مصمم بس بقلك لا تفتح على حالك باب المجان، لأنه صعب تسكره. لكن اعمل مجانا بحالتين. الحالة الأولى لما يكون عندك وقت فراغ وأنت بتعرف أنه رح يجي لك شغل كبير من وراء هالعمل. الحالة الثانية للجمعيات الخيرية وخاصة العالمية، لأنه احتمال كبير لما ينقبل شغلك رح ينكتب اسمك، وإذا انكتب اسمك بكفي رح يكون عندك إحساس رائع لتشتغل شغل أروع، وطبعا رح يجيب لك شغل كبير مع الأيام. سابعا، اتعرف على ناس كتير وكون دائرة معارف كبيرة. لما تتعرف على ناس كتير وتنشر شغلك ويشوفوه ويعجبوا فيه، ويجيهم شخص يسألهم عن شخص شاطر بالجرافيك ديزاين، فرح يذكروا اسمك أمام هالشخص، وهالشخص رح يشوف معرض اعمالك ويصير كل شي حكينا عنه بالسابق ولف بينا يا دنيا. ولما تشتغل لهالعميل وتتقن عملك رح يذكرك بالخير امام اي شخص، ورح تتعرف على ناس اكتر وعملاء اكتر، وبلا بلا بلا، انتو بتعرفوا النهاية. ثامنا، وهي اهم نصيحة بقدر بقدمها، تواصل مع ناس ذو خبرة وجالس ناس ذو خبرة، واسمع اكتر مما بتحكي واستفيد منهم.
خاصة إذا كانوا رجال أعمال أو ناس بتشتغل بمجال الماركتينج. وحاول دائما بوقت الفراغ تنمي مهاراتك وتتعلم شيء جديد، لأنه نحن كمصممين المطلوب مننا أنه نواكب العصر ونتعلم شغلات جديدة دائما. وهيك بيصير العميل هو يلي بيبحث عنك، مش أنت يلي بتبحث عنه. طبعا هذا الحكي نابع عن تجربتي الشخصية، ويلي بيعرفني بيعرف أني والحمد لله وقتي كتير ضيق بسبب كسرة العمل، وسبب كسرة عملي اتباعي لهالخطوات يلي تعلمتها خلال حياتي المهنية. بس طبعا إذا حدا عنده أي نصيحة مهما كانت كبيرة أو صغيرة، لا يبخل يحطها بكومنت لحتى يستفيد الكل. وكمان لا تبخل تعمل لايك وشير للفيديو، وإذا بتحبوا تتابعوني أو تتابعوا أعمالي على باقي المنصات، رح أترك لكم رابط الفيسبوك والأنستا والبيهانس بالوصف أسفل الفيديو. بتمنى تكون عجبتكم الحلقة، انتظروني بحلقة جديدة. كان معكم علاء درويش، ويعطيكم العافية.